لم يخطر ببال أكثر المتشائمين من عشاق المرنجي كيف سينتهي الحال بهذا الاحتفال بين أرضه ووسط جمهوره. تلقى ريال مدريد ضربة موجعة من غريمه التقليدي برشلونة. عامل الأرض والجمهور لم يسعف العاصمة على الرغم من مرور الشوط الأول أبيض لونا ونتيجة، فالكتلان أحكموا مصيدة التسلل بوجه الهجوم المدريدي. معنويات جمهور الريال انخفضت حتى هنا في العراق بانتظار حلول أنشيلوتي. طبعا صار كغرور من بعض اللاعبين، هو الاغلب كل من يقول انا بدي اثبت نفسي، ما اشتغلوا بعقليه. المفروض كريال يدرس خطه المباراه السابقه المنتخب برشلونه، وهي مصيده التسلل، اشتغلوها صح. كبرشا كعقل مدرب، طبعا هو الشوط الثاني كان للمدربين، كمدرب استخدم عقليته وخاف انه تستخدم عليه مصيده التسلل، استخدمها هو. شوط المدربين كان من نصيب فليك بجدارة، فالبلوغرانا فرض سيطرتها وأسلوب اللعب الكتالوني، وبدأ الريال ضائعا في أرجاء الملعب، فحزمت البارسا كلاسيكو الأرض برباعية نظيفة تنفس الصعداء على أثرها جمهوره في كل مكان، وانقلب مشهد الحفل من الصفوف المدريدية إلى غريمهم التقليدي. الله يبارك فيك كابتن. طبعا احنا جايين مباراة صعبة ضد بايرن ميونخ بطل الدوري الالماني لعدة مواسم، ويعني مواجهة صعبة ضد ريال مدريد. الحمد لله فزنا 4 على بايرن ميونخ، واليوم نكررها ضد ريال مدريد، وان شاء الله القادم افضل، ونعود برشلونة نرجع ونقول لكم برشلونة افضل فريق بالعالم، وان شاء الله راجعين بكل قوة. فوز معنوي لبرشلونة أطلق العنان للجماهير وأعاد لها الحياة بعد مواسم صفرية عاشها البلوغرانا خلال السنوات الأخيرة، فاحتفالات جماهير أنصارها في العراق جابت الشوارع على أمل أن يترجم الفوز بالتتويج باللقب في نهاية المطاف. من صلاح الدين، محمد قادر، يو تي في.